هدفنا هو حل هذا التمرين. شعبة العلوم التجريبية رياضيات بكالوريا 2008، الموضوع الأول التمرين الأول. السؤال الأول: حل في مجموعة الأعداد المركبة سي المعادلة زاد مربع ناقص بين قوسين 1 + 2e زاد ناقص 1 + e تساوي 0. زاد مربع ناقص 1 + 2e في زاد ناقص 1 + e. أول شيء ننقل المعادلة بطريقة صحيحة، نتأكد من نقل السؤال. لحل هذه المعادلة نستعمل المميز، نحدد معاملات هذه المعادلة، هذه معادلة من الدرجة الثانية بمعاملات تخيلية. الـ A يساوي 1، الـ B ناقص 1 + 2e، والـ C ناقص e 1 + e. نحسب دلتا بالقانون ب مربع ناقص 4ac نجده 1. ب مربع ناقص 4 في a في c. ب مربع هو هذا العدد مربع، ناقص 1 + 2 تساوي زائد، ولهذا لم اكتبه. تساوي هذا مربع ناقص الواحد في اي عدد نفسه، ولهذا لم اكتب الواحد هنا. ننشر متطابقة شهيرة وننزع الأقواس فأجد الواحد. للمعادلة حلان مختلفان في سي، هما زاد فتحة وزاد فتحتين، ناقص ب زائد جذر دلتا على 2a، وناقص ب ناقص جذر دلتا على 2a. أطبق القانون فأجد وأعوض فأجد 1 + e و e. نرمز للحلين زاد 1 و2 بحيث طويلة الأول أقل من طويلة الثاني. هذا التمرين فيه فكرة لا توجد في بقية التمارين. المرة الأولى يعطيك الحلين ثم يقول لك نرمز للحلين. الرمز فيه حيلة. هنا رمز للحلين زاد 1 + 2، ولهذا تقول الحلين هما زاد فتحة زاد فتحتين. تحسب طويلة زاد فتحة وتحسب طويلة زاد فتحتين وتحقق الشرط فتعرف أن زاد 1 هو الإي وزاد 2 هو 1 + e. هذه الفكرة غير موجودة في التمارين الأخرى. إذن هنا فكرة شرط التسمية. نرمز للحلين، بين أن زاد 1 تقسيم زاد 2 الكل أس 2008 عدد حقيقي. زاد 1 أعوضه، زاد 2 أعوضه، أضرب في المرافق فأحصل على 1 + e على 2. الطريقة الأولى هي 2008، الأس هو 2008. الطريقة الأولى أنني أستفيد من 1 + e مربع تساوي 2e، هذه معلومة نعرفها، 1 + e مربع يساوي 2e، معناتها 1 + e أس 4 يساوي ناقص 4، معناتها 1 + e أس 2008 تساوي ناقص 4 أس 502، وناقص 1 أس 502 هو زائد 1. الخلاصة 1 + e أس 2008، هنا وش عندي؟ عندي 1 + e على 2، معناتها هذا أس 2008 وهذا أس 2008. أحضر الحسابات الجانبية، 1 + e أس 2008 هي 4 أس 502، و2 أس 2008 هي 4 أس 1004 وهي 16 أس 502. الخلاصة زاد 1 تقسيم زاد 2، وعوض زاد 1 وزاد 2، أستفيد من 1 + e معروفة أستفيد منها، ثم
أحصل على آخر نتيجة واحد على اثنان أس 1004، وهذا عدد حقيقي وكان هو المطلوب. المستوي منسوب، إذن الآن السؤال الأول، لم يكن المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس، كان العمل جبريا. السؤال الأول العمل الجبري، السؤال الثاني العمل الهندسي. المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس أو إي في، لتكن A و B و C نقط من المستوي التي لاحقتها على الترتيب 1 زاد 1 زاد 2، وليكن العدد زاد العدد مركب حيث زاد يساوي زاد 2 نقص 1 وزاد 1 نقص 1. نعيد صياغة هذه المعطيات وكتابتها بالجديد. بالنسبة للسؤال الآخر، هناك طريقة بالشكل الأسي، 2008 قلنا هناك طريقة بالشكل الجبري وهناك طريقة بالشكل الأسي. اللي حب يعمل بالشكل الأسي، زاد 1 تقسيم زاد 2، 1 زائد اي، وطبق دستور موافر، 1 زائد اي هو جذر 2 على 2، ويحول الشكل الأسي. عندي الشكل الأسي هو هذا، هذه طريقة الشكل الأسي بدون دستور موافر، مباشرة الأس قوة القوة هذا أس هذا، ثم يكون الشكل الأسي للعدد هذا زاد 1 تقسيم زاد 2 هو 1 على جذر 2 في أسية، نوزع الأس، ثم أسية 502 بي في اي تساوي الواحد. لماذا؟ لأنني لو وزع الشكل الأسي، وزع الشكل الأسي، أسية اي بي على 4 أس 2008 هي 502 بي في اي، ونحولها إلى الشكل المثلثي، هذا الشكل الأسي نحوله إلى الشكل المثلثي، يعود 502 بي زائد اي سينيس 502 بي، سينيس عدد زوجي من البي معناها صفر، يبقى الواحد. نستفيد بالعلاقة هذه ويعود هذا كله واحد، ويبقى من جديد واحد اثنين أس 1004. السؤال الثاني، بالنسبة للسؤال الثاني، قدم المعطيات ليكن، شوف السؤال الأول، انطلاقا من هذا التعريف من الشكل الأسي الذي أحوله إلى الشكل المثلثي لأسية إي تيتا هو كوسينس تيتا زائد إي سينس تيتا، ومن الخاصية توزيع الأسس، أسية إي بين قوسين تيتا 1 زائد تيتا 2 تساوي إي تيتا 1 إي تيتا 2، هذه الخاصية معروفة، هذا تحويل الشكل الأسي إلى المثلثي، وهذه من خواص الأسية، من خواص الأس. برهن أن أسية ناقص إي تيتا تساوي مقلوب 1 على أسية إي تيتا. إذن نضع أسية إي تيتا، ننشرها هذا الشكل الأسي، أنشره على الشكل المثلثي، وأسية إي تيتا 1 زائد إي تيتا 2، أسية ناقص إي تيتا، أطبق الخاصية الأولى، العلاقة نجمة، السطر الأول، إذا كانت تيتا ندير تيتا، إذا كانت ناقص تيتا ندير ناقص تيتا، وش تصبح؟ تصبح ناقص تيتا ناقص تيتا، وكوسينيس ناقص تيتا هي كوسينيس تيتا، وسينيس ناقص تيتا، الناقص تخرج خارج القوس، لأن هذه دالة زوجية وهذه دالة فردية. ثم نضرب البسط والمقام في كوسينيس تيتا زائد اي سينيس تيتا، نضرب في المرافق، الاول مربع ناقص الثاني مربع ناقص الثاني مربع، الثاني هو اي مربع في سينيس مربع، اي مربع ناقص واحد والناقص كله زائد، كوس مربع زائد سينيس مربع يساوي الواحد، ويعود هو مقلوب كوسينيس تيتا واحد هو مقلوب كوسينيس تيتا زائد اي سينيس تيتا، او هو واحد على كوسينيس تيتا زائد اي سينيس تيتا، ولكن كوسينيس تيتا زائد اي سينيس تيتا يساوي اسية اي تيتا، ولهذا اسية ناقص اي تيتا هي
واحد على أسية تيتا. المطلوب كذلك هو أنك تبرهن على علاقة أخرى، برهن على أن العلاقة، والعلاقة هذه أسية إي تيتا واحد أسية إي تيتا اثنين، وهو إي تيتا واحد نقص تيتا اثنين. أسية إي تيتا واحد على أسية إي تيتا اثنين نضرب في أسية نقص إي تيتا اثنين، هو مرافق المقام. ماذا يصبح في البسط؟ يصبح في البسط اي بين قوسين تيتا واحد نقص تيتا اثنين، وهنا تيتا اثنين نقص تيتا اثنين اللي هي الصفر في الاي، هي الصفر أسية صفر واحد، يبقى أسية اي بين قوسين تيتا واحد ناقص تيتا اثنين نقص تيتا واحد. انطلاقا اكتب زاد على الشكل الأسي، زاد هذا نكتبه على الشكل الأسي. ننقل السؤال، زاد يساوي زاد اثنين ناقص واحد على زاد واحد ناقص واحد، بالتعويض يكون هو اي على اي ناقص واحد. سنجد انها بالشكل الأسي، جذر اثنين على اثنين أسية ناقص اي بي على اربعة. هناك طريقتان، الطريقة استعمال الشكل الأسي على الشكل الأسي، أجد الشكل الأسي للعدد إي وأجد الشكل الأسي للعدد إي ناقص واحد. الشكل الأسي تقسيم الشكل الأسي يعطينا الشكل الأسي، عرفناه من السؤال السابق، الشكل الأسي تقسيم الشكل الأسي يعطينا الشكل الأسي. وإما ندير المرافق، نعمل بالشكل الجبري ولا بالشكل الأسي. مثلا شوفوا تاع المرافق اي ناقص واحد، من هو المرافق؟ اي زائد واحد. نضرب في المرافق نحصل على واحد ناقص اي على اثنان، نخرج جذر اثنين على اثنين عامل مشترك، يبقى واحد على جذر اثنين ناقص واحد على جذر اثنين. هذه الزاوية مشهورة لانها جذر اثنين على اثنين جذر اثنين على اثنين، هذه الزاوية مشهورة، فاجد الشكل الاسي المطلوب. الطريقة الثانية نجيب الشكل الأسي للبسط والشكل الأسي للمقام ونطبق الخاصية أسية اي تيتا واحد أسية اي تيتا اثنين، هي تيتا واحد ناقص تيتا اثنين، ثم أجد من جديد نفس الجواب. أكتب زاد على الشكل المثلثي، إذا كنت كتبنا زاد على الشكل الأسي، أكتب زاد على الشكل المثلثي. الشكل المثلثي ننشر هذه أسية اي تيتا، نستعمل السؤال السابق أسية اي تيتا ها وراه الشكل المثلثي معروف، أسية اي تيتا هي كوسينس تيتا زائد اي سينس تيتا، إذن أسية اي تيتا، التيتا هنا ناقص بي على أربعة، هي كوسينس تيتا زائد اي سينس تيتا. دوكا ناقص بي على أربعة هي تيتا، كوسينس ناقص بي على أربعة يساوي كوسينس بي على أربعة لأنها دالة زوجية، وسينس ناقص بي على أربعة الناقص تخرج خارج السينس لأنها دالة زوجية، ويعود هذا هو الشكل المثلثي المطلوب. استنتج أن النقطة C هي صورة النقطة B بتشابه مباشر مركزه A، يطلب تعيين زاويته ونسبته. إن C هي صورة B بالتشابه المباشر الذي مركزه A وزاويته ناقص بي على أربعة والنسبة واحد على جذر اثنان. لماذا؟ لأننا وجدنا أن زاد هي زاد واحد ناقص واحد وزاد زاد اثنين ناقص واحد على زاد واحد ناقص واحد. عندما نعوض زاد اثنين من هي؟ هي زاد سي، وزاد واحد من هي؟ هي زاد بي، والواحد من هو؟ هو زاد أ. نتأمل في هذه العلاقة، نتأمل في هذه العلاقة، زاد سي ناقص زاد أ على زاد بي ناقص زاد أ تساوي آر أسية إي تيتا، إذن الآر هو النسبة والتيتا هي الزاوية. إذن من خلال هذه العلاقة، من خلال النظرية، ماذا تقول؟ تقول أن الآر هو نسبة التشابه المباشر.
وأن المركز هو أ. فقط هذا ما أردت قوله في هذا الفيديو. انتهى التمرين.